إذا سألت فاسأل الله، هذه عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح لما أوصى ابن عباس رضي الله عنهما. لما لا تسأل إلا الله؟ لكمال غناه، واسع الفضل واسع العطاء، بل يحب من عباده أن يسألوه. أما المخلوق فلفقره ولعجزه ولبخله لا يحب أن يسأل، وإذا أكثر عليه من السؤال ضجر وغضب. إن أعطاك المخلوق شيئا فالله هو الذي أعانه ووفقه فأعطاك، المعطي حقيقة هو الله، وإن منع المخلوق شيئا عنك فالله عز وجل لم يعينه على أن يعطيه. هذا مثل الدعاء الذي نقوله بعد الصلوات: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كما جاء في الصحيحين. اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني ما أعطيت والله لا أحد يستطيع أن يمنعه، ولا معطي لما منعت، يعني ما منعت من شيء من عطاء والله لن يستطيع أحد من المخلوقين أن يعطيك إياه. فالذي يعطي هو الله عز وجل. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الجد فتح الجيم، الأولون والمتقدمون والمتأخرون على فتح الجيم من العلماء، يعني لا ينفع صاحب الغنى والسلطان والجاه، لا ينفعه جاهه عند الله عز وجل، إنما ينفعه العمل الصالح مع رحمة الله عز وجل. وضبطت: ولا ينفع ذا الجد منك الجد بالكسر، ولكنها ضعيفة كما قال ابن عبد البار، ونقل بكسر الجيم، لكن الفتح هو الصحيح، وتفسيرها على كسر الجيم أي لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده إلا برحمة من الله عز وجل، أو لا ينفع من اجتهد وسعى في هذه الدنيا، لا ينفعه اجتهاده في هذه الدنيا عند الله، أو ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي من سارع وهرب لا يستطيع هربه أن يخرجه من سلطان الله ومن ملك الله عز وجل.